خارج النص، أهلا بكم. رمضان شهر الخير والبركة، لكنه كل عام يحمل معه القصص والأحداث الغريبة التي من الممكن أن يكون سببها صائم لم يتحمل صيامه. فقد شهدت مصر 5 جرائم قتل خلال أول يوم من شهر رمضان. أما في السعودية فقد قرر مخرب في حالة غير طبيعية أن يخرج أسوأ ما فيه في الشهر الفضيل ليقود عكس اتجاه السير في الرياض باهساً كل من أمامه. أمر مؤسف لكنه ليس غريباً إذ قرناه بحادثة في شنغهاي قبل أيام. أسماك في شنغهاي الصينية تخضع لفحص PCR. هذه ليست مسحة بل واقع بالصوت والصورة. إجراءات رأتها الحكومة الصينية ضرورية للسيطرة على الوضع مع تحورات الفيروس الجديدة. لكن ماذا إذا فشل مركز الشرطة في السيطرة على وضع طفل يبلغ من العمر 5 سنوات؟ هذا ما جرى في غزة الفلسطينية قبل أيام عندما عثر على طفل تائه رفض أن يدلي بأي معلومات عن أهله قبل حضور الكنافة. الحادثة حصدت تعليقات كثيرة، أبرزها كان تعليقاً هو فن التفاوض، الله يسعده، صحتين. مقدم نشرة الطقس في خبرنا هذا لم يجد وقتاً للتفاوض ولا حتى لإكمال النشرة، فعاصفة قوية ستضرب منطقته بالقرب من منزله، مضطره إلى الاتصال بزوجته على الهواء وإخبارها باتخاذ الإجراءات اللازمة. Man, I want you to get down in the basement. We got a tornado warning. All right, so I want to make sure you and Callie get downstairs as soon as you can. Okay. مع هذا الاتصال الغريب بلغات قاربت 45,000 تلقاها الإسعاف الوطني في الإمارات خلال الأشهر الأولى من هذا العام برقم الطوارئ 998. أما خلال العامين الماضيين فقد تضاعف عدد البلاغات الواردة، 40 منها كانت وهمية ومضحكة في بعض الأحيان. مثلاً متصلة تطلب من الإسعاف احترق قطرة عين، وأخرى اتصلت مرات عدة وعند وصول الإسعاف رفضت الرد ووضعت هاتفها تحت خاصية عدم الإزعاج، بينما اتصل آخر ليسأل عن المكان الأنسب لشراء أقراص الباراسيتامول. من المعروف أن أي انفصال لأي نجمين عن بعضهما قد يكون في أفضل الأحوال انفصالاً يبقى فيه الاحترام سيد الموقف. أما أن يكون الانفصال على طريقة أبيات الشعر والغزل فهو أمر مستهجن. هذا بالفعل ما حدث عندما أعلنت النجمة السورية سلاف فواخرجي انفصالها عن النجم وائل رمضان بموضوع طويل وكلمات معبرة. المشهد لقي استهجان كثيرين ممن تساءلوا، مع كل هذا الحب لماذا الانفصال؟ من رسائل الحب والخصام إلى رسالة فريدة من نوعها قدمتها صحفية سودانية في مؤتمر قوى الحرية والتغيير السودانية. الصحفية صفاء الفحل وجهت رسالة في المؤتمر قالت صفاء خرجت بعد الحادثة بساعات معتذرة للناس وللجمهور عما حدث. وأنا بعتذر لكل الزملاء اللي كانوا موجودين، كل الضيوف اللي كانوا موجودين، وبعتذر للمنصة. يعيش السودان حالة انقسام بينما يعاني لبنان إفلاساً أعلنته الحكومة بالمنشط العريض. حصل تلفزيون الجديد على تصريح من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي قالها علناً. للأسف الدولة مفلسة يعني، وكذلك مصرف لبنان في عنا مشاكل. كلام كبير أعده كثيرون مسرحية لاستجداء عاطفة الدول والتبرعات، ورأى فيه آخرون نتيجة طبيعية لما يجري في لبنان. مع ختام حلقتنا، رمضان كريم وعسى أن يكون شهر خير وبركة عليكم بعيدا عن الوعكات الصحية. بيسموها إيه، وقعة صحية برضو ولا وعكة صحية؟ وعكة صحية. إذن مشاهدينا، أخبار ساخنة منوعة تطير بنا من عالم لآخر لنكون معكم دائما خارج النص. إلى هنا تنتهي حلقتنا لليوم، وكل عام وأنتم بألف خير.